شو الفضاوة؟ كيفك؟ طبعا اليوم عندي قصص كتير رح اروح اعملها، فقلت ابعت لك قبل ما اروح على الجيم. رح اروح العب زومبا وكمان ايروبيك، وبس اخلص رح اروح على صالون لانه عندي اليوم ايفنت لازم افتتحه. شو كمان؟ اوكي، اذا بتحب نلتقي ما عندي مانع. انا اليوم المساء رح اروح على الكافيه، اكيد انت بتعرفه، رح اكون هناك الساعه 8 اذا بتحب تيجي. تيك كير وباي. سناتشات تبغى تقابلني؟